يا أهلا وسهلا. طبعا يمكن شهرين أو ثلاثة غايب عن القناة، أنا بعتذر منكم، لكن رح أقولكم ليش كنت غايب. قبل ما نحكي ليش كنت غايب، اليوم الفيديو رح يكون مختلف شوي عن الفيديوهات السابقة. رح نحكي لكم شو بنعمل بالفلوس اللي بتجيني من بيع الصور ومقاطع الفيديو، شو بعمل فيها الفلوس. خليكم معي، يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا انا بعتذر منكم على هذا الانقطاع، يعني يعتبر طويل نسبيا، يمكن هي اطول مره او اكثر من يعني اكثر مره بطول فيها انه ما بنزل فيها فيديو. بصراحه ما في سبب واضح، لكن هو السبب الرئيسي هو فينا نقول كسل، قله همه، ما بعرف، هو البرد، هو الكآبة اللي في النرويج، ما بعرف والله شو اللي صاير معي. لكن اليوم سحبت حالي سحب من الصوفه لحتى اسوي الفيديو. طبعا قبل ما انسى، يعني في عرض على الكورس التدريبي اللي هو بيع الفيديوهات والصور، اللي هو بياخذ بايدك من يعني من الصفر للاحتراف، بيعلمك بالتفصيل كيف بتبيع صورك وفيديوهاتك. طبعا في خصم اكثر من 80%، فيكم تفوتوا على الرابط وتشوفوا التفاصيل. المبلغ اللي بيطلع لي من خلال بيع الصور، اللي هو حوالي شيء عندي 1600 صوره موجودين بشتر ستوك وبمواقع تانية، بيطلع لي حوالي 100 ل 150 دولار تقريبا بالشهر. فهدول انا يعني بالنرويج هو يعني ولا شيء، هذا المبلغ انت ما بيعمل لك اي شيء. فلذلك انا يعني قررت اني انا يعني استثمر هذا المبلغ، اللي هو انا قررت اني انا استثمر بي 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 بالاسهم، تمام، وبالكريبتو اللي هو العملات الرقمية. طيب طبعا هذا الاستثمار هو ما عم بيكون لمدة مثلا شهر او شهرين، لا، انا فينا نقول من 5 ل 10 سنين. فهو قديش ممكن الفلوس تصير؟ طبعا هذا الشيء بيعتمد على انه كيف السوق وضعه هلا، يعني الحالي شو وضع السوق. لكن بشكل عام هو انت ممكن، يعني اذا انت حطيت 100 دولار بعد 5 سنين ممكن تصير 500 دولار، ممكن تصير 300 دولار، فعلى حسب شلون السوق عم يشتغل. رح نروح هلا على الكمبيوتر وافرجيكم انا شو بقصد بكلامي، او اشرح لكم كلامي على الواقع. طبعا احد الـ الاسهم اللي انا مستثمر فيها اللي هي بيسموها الفانغارد توتال ستوك ماركت اي تي اف، تمام. شو معناتها الحكي هذا؟ يعني هذا الحكي انه انا مستثمر بكل الاسهم الموجودة في السوق، تمام، من الشركات الكبيرة للصغيرة للمتوسطة. طيب هون نحن اذا عم نشوف، نحن هون خلينا نشوف خلال 3 سنين كيف حركة السوق، تمام، كيف حركة هذا السهم. من 2019 كانت الحصة الواحدة او الشير الواحدة هي 147 دولار، طيب شايفين بال 2019 صارت تنزل وتطلع، تنزل تنزل وتطلع تنزل، شايفين، لكن هي عم تطلع بشكل تصاعدي، يعني عم تنزل وتطلع لكن بشكل تصاعدي. هلا هون لما صارت أزمة الكورونا فنزلت الأسهم ل يعني لرقم قياسي اللي هي 115 دولار، يعني من 147 ل 115، لكن هي ما صارت صفر، انتبهوا. هلا شايفين كيف نحن من 2020 ليومنا هذا، بالرغم من انه اليوم الأسهم نازلة، لكن هي سعر الحصة صار 220 دولار. يعني من 2019 كان 147، هلأ اليوم نحن 220، لكن مهم انه مرتفع. يعني انت لو افترضنا انت اذا كان في عندك فلوس وحطيت مثلا، لو نفترض يعني 10,000 دولار لو افترضنا، فانت بعد فترة او بعد سنتين بدل 10,000 تاخذون 13,000 دولار، تمام، او 14 على حسب. بس نحن هون عم نحكي السوق، نحن لانه في كورونا، تمام، بعدنا نحن بازمه الكورونا، فهو لذلك السهم هو 220 مش اكثر. لكن لو ما في ازمه كورونا فممكن يكون السهم اكثر من هيك بكثير. لكن على كل الاحوال انت فلوسك هي عم تزيد لو كان شوي شوي. اذا حابب انت تفوت بمخاطره اكثر ففيك تفوت بموضوع الستوك اللي هي الاسهم المنفرده. اذا انت حابب تستثمر فلوسك وتحقق مرابح اكبر، وممكن تستثمر فلوسك بشركات هي انت عم بتشوفها انه هي ممكن تربح، ويفضل انت تشتري باكثر من 15 ل 20 شركه لحتى انت ما تطلع سهم من الاسهم خسر،
فأنت ما تخسر فلوسك كاملة، تمام؟ إذا حابب تحقق مرابح أكبر بالستوك بالأسهم، ممكن تحقق مرابح أكبر بكتير من أنك أنت تشتري بكل الأسهم. طبعا هذا اللي أنا حابب كان الفيديو يكون عن هذا الموضوع. هلا أنا مشترك ببرنامج اللي هو إيتورا، إذا حابين يعني إذا حابين ممكن تطلعوا عليه أو تشتركوا فيه، فيكن راح أحط لكم الرابط يعني بفيديو تحت، ورابط طبعا الكورس اللي أنا عامله يعني الخصم. وهذا كل شيء كان لليوم، إن شاء الله يكون الفيديو كان يعني هلأ كان واضح. ما بعرف إذا حابين أشرح أكثر عن الموضوع اكتبوا لي بقسم التعليقات تحت إذا حابين تعرفوا أكثر عن هاي المواضيع. بتمنى لكم يوم سعيد. سلام.